عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا ربي إن شاء الله يسعد جميع أوقاتكم. الدنيا لسه بلشت تتمسي عندي هون، فيعني بقدر أقول لكم الله يسعد جميع أوقاتكم بساعات المساء الجمالية أو الباكرة الدنيا. الله يا جماعة الخير، بعد الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبيت أطلع في الفيديو هذا مش لإشي يعني، بس لأنه كثير ناس صاروا يبعثوا لي على الفيديوهات أنا منزلها، كثير ناس تواصلوا معي، كثير ناس بعثوا لي، مشكورين طبعا كل أحسن مني وكل العين والراسي، الله يخلف عليكم جميعا. كل هو يعني بالعكس إشي حلو، يعني الواحد يشوف ناس زي هيك إشي حلو. بس في شغلة صغيرة يا أخوان حاب أنبهكم عليها أو حاب ألفت نظركم إلها، يعني فضل من رب العالمين الحمد لله دائما وابدا، انا طول عمري زلمه راح اضل زلمه وراح اضل زلمه غصبا عن الله بن زلمه. الحمد لله رب العالمين، انا ما بعب ولا ما هتهبل. الشغله مش شغله عك يا اخوان، ولا شغله انه زعرني، ولا شغله انه شهره. بدي احكي فيهم نقطه نقطه، يعني ممكن اطول عليكم شوي في الفيديو، لكن يا جماعه الخير اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى محمد. انا سلام حر، بحبش الغلط وبحبش العوج، بحب الصح، والصح صح والغلط غلط او شو ما كان يكون. في ناس غلطوا بحقي وضايقت كثير، حسبتهم صاحبي عادي، اللي بغلط بحاسب ما في مشكله. لكن الفيديو هذا، الفيديوهات اللي نزلتهم يعني كان عباره بس عن انه يعني بس انه عشان بس يشوفني يتذكر، ولا اكثر ولا اقل، يعني بس عشان بس يشوف يتذكر اللي صار فيه بس فقط، يعني مش اكثر ولا اقل. انا مش غاوي عمكو، ولا غاوي شهرة، ولا غاوي اسير يوتيوبر، ولا غاوي اسير زي المشاهير وزي المفاصيع هذول، ولا زي اللي بدفع لي سبونسر عشان مشاهدات والناس تعطي تخطي. ولا يا جماعة الخير انا مش تبع هيك شغلات. واللي بيبعث لي شد حيلك خوي كيفك اخوي، بقول له اخوي والله حبيبي، بقول لي بس عك شوي، الناس بتحب اللي بعمك اكثر عشان تنشهر اكثر. بحب اقول لك اخوي انا مش عكيك، انا مش عكيك، انا زلمه مش عكيك، يعني انا رجل اصدق انه يعني القناعه كنز لا يفنى، نعم، لكن عامل كما تعامل. إنه أنت عملتني سيء أنا أرد لك إياها بالمنية، هذا الحكي بطل يطعم خبز، وبطل يطعم خبز طبقة طعمه زمان يا أخوان، زمان زمان الزمان طعمه. فيا أخوان شغلة وعدت وراحت، يعني أنا لا أنا غاوي شهرة أنزل فيديوهات وحط لي سبونسر ومش سبونسر، واللي بيقول لي أنا بجيب لك لايكات، واللي بيقول لي أنا بعمل لك انستغرام وبفيعك وبعمل لك وبوضح لك. بحب اقول لكم يا اخوان هاي يعني مش هوايتي ولا اتجاهي ولا طريقي، ولا انه انا شيء يعني بيعنيني في هذا الاشي. كل ما في الموضوع انه ناس غلطوا معاي، يعني عكوا معاي، مش غلطوا حتى يعني خربشوهم على راي الواحد، حسبتهم يعني الاكثر والاقل. فبالنسبه للفيديوهات بنعرف نصور وبنعرف نحكي وبنعرف نردح على راي الواحد، بنعرف نزعبر على راي الواحد، يعني هاي كلها اجتني تعليقات على الفيديوهات اللي نزلتها. لكن يا جماعة الخير لو بدي انشهر انا انشهرت زمان، ولو بدي انا انزل سبونسر فيديوهات وسبونسر كان زمان، بس انا مش غاوي هيك شغلات ولا تبع هيك قصص. عادي يعني في فرق كبير بين انه واحد عنده موهبة وحاب يورجيها للناس، حاب يكبرها، حاب ينميها، حاب يعملها زي الممثلين كثير انشهروا من الشغلات هاي والقصص هاي، كانت عندهم هواية يعني كبروها ونموها. أنا ما عندي هواية يعني عشان أنه أنا بدي أستغلها ولا إشي، لا. المقصد يا جماعة الخير مش قصة عكو سليني ولا ديوين ولا سخم، عزلان مشينا مصاري وبعزقنا لما قلنا بكرة العيد، لما كنا بكرة العيد، لما كان في دينا مصاري 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 يا جماعة الخير، كل الكوكب كانوا أخوي ماي فريندز، أصدقاء الحطرش بطرش زي ما بسموها. رمت فرنا الكل قلّى ولّى، الكل قلّى والله وعنا ولّى.
شغلة شغلة مبادئ وقيم لا أكثر ولا أقل، مش شغلة إنه فلوس قربنجية وعشرنا. يعني الحمد لله رب العالمين شايف تني عايف، شايف لما أنا عايف وعايف حالي، لا أنا شغل عكو يا عمي، ولا أنا شغل لف ودوران، ولا أنا شغل إنه ننزل والله عشان بنت تعمل لي لايك ولا بنت تعمل لي فولو ولا بنت ترنلي ولا لا يا عمي، أنا قرفان أمي بلا بنات بلا بطيخ بلا نقعد نهرتل ونبرتل بالحكي. يعني في ألفاظ الواحد برضو كمان المفروض يكون حذر فيها، وأنا من شخصيتي إنه أنا منفتح زيادة عن اللزوم يعني، ومنطلق زيادة عن اللزوم. طبيعة شغلي كشغلي أنا يعني ماركتينج تسويق، فلازم إنه أحكي كثير وأصاحبط، خلطتي بفئات المجتمع كثير كبيرة، سواء إنه كبار بالسن صغار بالسن، محترمين مش محترمين، زعران مش زعران، طبيب مهندس عامل شو ما كان يكون، يعني خلطة كثير في الشعب، كثير 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 مش شوي يعني، كثير 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 في هذا المجتمع بشكل عام مختلط يعني. فعادي صاحبي يعني، فهاي شغلات تأثر على شخصية الواحد يعني. أنا الحمد لله فضل الله شخصيتي قوية يعني، مش اللي بقول لك إنه أنا عندي موهبة ولا بدي أنميها ولا بدي أفهم فيها ولا بدي أسعى فيها. جماعة الخير، قصة إنه العشرة دائما بتهون على الواحد، والعشرة أنا زي شاب يعني، زي أي شاب أحلم باستقرار وأمان ووضع مادي و أوكي ماشي، صحيح وضع البلد يعني في داون شوي بالنسبة لكل شيء، بس على جدًا يعني هذا شيء عالمي يعني، مش بس إنه في الأردن يعني، على كل مكان عادي يعني. أنا بالنسبة لي أنا شخصيًا يعني كمحمود دبرين طول عمري يعني متعود أمسك فلوس بمعنى كلمة فلوس، صح؟ متعود تاني يوم مش معي ولا إشي، فعادي يعني. هيك عايش وهيك عايش، هيك مبسوط وهيك مبسوط، وهيك سعيد وهيك سعيد، هيك مظلم حالي وهيك مظلم حالي، اللي من الله هيا الله ما عندنا مشكلة. لكن يا جماعة الخير، أنا لما يكون معي مصاري العالم تحبني، ولما ما يكون معي مصاري وأطفر العالم كلها تقلب علي وتشتغل علي. لا أنا محدش بقلب علي، محدش بيشتغل. أنا عندي قناعة مطلقة بمعنى فوق ما تتخيل مطلقة، إنه رزق على رب العالمين، وأنا زلمة فضل من الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. عندي شغلة خلص بعرف اللي قدامي وبفهم وفاهم وعارف كل شيء وفاهم كل شيء وشايف كل شيء، بعرف قدامي إيش بفكر وإيش وليش وعشان إيش، مش علم بالغيب، مش علم بالغيب. تصرفات الواحد تبين شو ناوي، نيته بتبين على طول. يعني بالأحرى أنا ماشي على قناعة تامة جدا 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 بإني أعمل زي المخرج. المخرج بالفيلم بكون عارف كل شيء وفاهم كل شيء، سايبهم يمثلوا براحتهم، بس الواقع هو فاهم كل شيء وعارف كل شيء وفاهم كل شيء وعنده كل إشي، وهو اللي بشيله بحط بقيمه وبموته بيعيش وبيولد وبيخلف وبيطلق وبيجوز، بس هو عارف كل شيء وفاهم كل شيء. المخرج أنا عامل زي المخرج، ببقى فاهم كل شيء وسايب الناس راحتها معها، بس كل شيء له حد معين، كل شيء له حد معين. أنا مش أهبل ولا طالب مدرسة ولا طفل صغير ولا ولد، فاهم عارف كل شيء وزيادة، بس بكيفي أنا بعدي بمزاجي، سايبهم يمثلوا كيفي ومزاجي، كيفي مزاجي سايبهم يمثلوا. يا جماعة الخير، القصة وما فيها إنه غدر مش كويس يا أخوان، والله كل واحد ليجي يوم ويحاسب. أنا منه علي والله يا أخوان خلص ملقت معي يعني، أبعت معي على رأي الحج معلم، أبعت معي يعني خلاص ملقت، بكفي يا ابيض يا اسود، حلو عنا مشان الله عز وجل ساعات المساء الماكر. قولكوا انا لاسع يا اخوان، من الله تلسعونيش صحيح، بس انا من الله لاسع يعني، بس بتهب وبتدب. وبالنسبه للحج معلم اللي قال لي شو معطيها ولا شو متعاطي ولا شو قادح ولا شو ضارب، الله يا حبيب القلب يا حبيب الروح، زي ما انت شايف يعني، سلامة خيرك والجوع قاتلك حج معلم، شايف سلامة خيرك،
الاكثر والاقل يعني، عشان بيبسي غازات وسكر وسكر، يعطيكم الف عافيه، بس الاكثر والاقل. وبالنسبه لاني يعني مثلا ناسع، نعم ناسع ما عندي مشكله يعني، انا هسه طالع بدي امشي تقريبا 80 كيلو، بس عشان يا اخوان اضرب نفس ارجيله على سفح من الجبل، بس اروح على جبل اولع نفس ارجيله واقعد مع نفسي، بس اخلص اسكر الارجيله اضبها وبس اقعد برا. اللي بطق في بالي بعمله، اللي بطق في بالي بعمله، لانه انا بدي اعمله. ممكن انا امشي لك اشي مره مرتين ثلاثه، اعمل حالي سوري مش فاهم ولا اشي، بس انا فاهم كل اشي، وبكيفي وبمزاجي مشيت لك، وبكيفي وبمزاجي اعطيتك وسويت لك. لكن اشي يصل فكرناه بال لا يا عمو يستر على ارضك، بضحك على عشيره زيك وزيها 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 وزيها، بضحك على عشيره كامله ما عندي مشكله. وبالنسبه للعك سليني يا اخوي، انا لا عكيت ولا جاي عبالي اعك ولا جاي عبالي اتسلى. هذا زي الشيخ عقلة طعج الله وجهه وسم بدنه، لا تحسب اني يوم شخيت زحمان، هذا انا من القرف اتسلى، انا ما اتسلى، ما اتسلى يا اخوان. فيا اخوان يعني كل الاحترام للجميع، كل التقدير، كل الحب والاحترام والتقدير للجميع، لكن هي شغلة يعني كانت خالصة ومنتهية وما في اشي يعني، اللي عك هاسة وصلى الله وبارك انتهينا. بس بالاول وبالاخر لازم يتحجم، لازم بس كل ما يشوف هالفيديو بس ينسم بدنه، ولا تفكر انه اذا انت شمطني بلوك غيرك مش راح يورجيك اياها. هاي اصحى حج معلم، قالك نص الكوكب بورجوك اياها، هلكوك وهم بورجوك فيها. خلص بكفي يا جماعة الخير، بكفي. وبالنسبة للي أكل خيرنا وانكر، وبالنسبة للي أخذ وما أعطاش، والله ما هي فارقة يا أخوان، والله ما هي فارقة يعني، خير خبر خير على الواحد، خير خبر خير. وعراي الحج معلم، على بال مين اللي بترقص بالعتمة، على بال مين اللي بترقص بالعتمة. فكل واحد بعت لي شو قصدك او مش شو قصدك، او حدا فكر انه الحكي له، لا يا عمو الحكي لواحد هو عارف حاله، هو شاب في الفيديوهات، هو اللي فقعني بلوك بطعم النعنع، بطعم النعنع حج معلم. لكن يا اخوان احنا بنرجع بنقول انه الامور يعني طيبة زيادة عن اللزوم، والحياة يعني انه سعيدة جدا ان شاء الله عز وجل، فما فيش امور انه الواحد يفكر انه في اشي غلط او في اشي كذا او 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 الى اخره يعني. فعادي يا اخوان الامور تمام، وتعالوا نسمع اغاني يا اخوان وانسوا الموضوع، انا لازم اطلع ارجل انه خلص امور كرباني كرباني والامور خربانة. فشباب نوضع ان شاء الله انه طيب يعني. فأنا لا غاوي شهرة ولا غاوي بطيخ ولا عشرة على الشجرة يا جماعة الخير. في فرق بين الشهرة وواحد عنده موهبة وواحد بده ينشهر وواحد بده واحد بده واحد بده يعني. لما صارت أحداث البلد بشهر 2 لما غرقت البلد، في واحد الله يهديه ويصلح باله صورني وانا قاعد بعطيها حبا وحنانا وبرد احلى، برد احلى اللي صار معي يعني. غرقت الله شحطة في وسط البلد، محل كهرباء، محلات، محل وكهرباء ودنيا ودين يعني، شفت الموت الله شحطة، الحمد لله رب العالمين يعني، الحمد لله ما بتفرقش معي، قلبي ميت، قلبي ميت ما بتفرق معي. بس من حول الامور يعني، انه عشان انه يعني شغله تافهه يصير شغله كبيره، بس هذا الشيء اللي كان بيحرق يعني لا اكثر ولا اقل، عرفت علي كيف؟ فجماعه الخير يعني بامكانه واحد وقتها نص الاردن، انا رنوا علي نص الاردن صاروا
صرت اوه ماي جاد فيري فيموس، انسى الموضوع. بامكانها وحده تكشف عن اعضائها قليلا يمينا ويسارا، كل الاردن بكره بتشوف وبتعرف انه اوف في وحده والله كشفت وشافت وهاي الفيديو وهاي الفيديو وهاي الفيديو. ممكن واحد يشلح بنطلون في الشارع زي هذيك اليوم، كل الاردن بنشهروا، بس هذول بنشهروا بفضيحه، بنشهروا بفضيحه. ما بنشهروا لانهم عندهم موهبه، ما بنشهروا لانه عندهم إشي، ما بنشهروا لانه لا 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 بنشهروا بفضيحه. فجماعة الخير انا داوي لا غاوي شهره ولا غاوي سخام ولا الطام ولا عشر على الشجره، بنسمع اغاني بنروح.